الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كن عند كلمتك، لأن قيمة الإنسان بقيمة كلمته، وقيمة كلمته بقيمة فعله. إن الناس لا يمكن أن يثقوا إلا بمن يكون عند كلمته، أي تكون كلمته فعلا ويكون قوله عملا. أما الذي يقول شيئا ويعمل شيئا آخر، أو يعد ولا يفي، فمن المستحيل أن يثق به الناس. هنالك مثل معروف يقول: باستطاعتك أن تخدع شخصا واحدا لمرة واحدة في قضية واحدة، وليس باستطاعتك أن تخدع كل الناس في كل شيء في كل المرات. إذا مرتين الناس شافوا كذب من أحد فلن يتعاملوا معه، لا فرق إن كان هذا الشخص بقالا أو عطارا أو نجارا أو خبازا أو صديقا أو رئيس دولة. إذا الناس شافوا كذب من الملك لن يثقوا مرة أخرى. إذا وجدوا وعدا كذوبا من وزير أو أمير، فمهما ادعى، حتى لو ادعى أنه نبي من الأنبياء، فلن يثق الناس بكلامه في نفسه وفي الناس، فكيف بادعاء النبوة؟ أحيانا أنت اللي شخص اللي ما تعرفه إذا حلف لك وقال لك شيء يمكن تثق به، لكن إذا عرفت أن ما يقوله شيء وما يعمله شيء آخر من المستحيل أن تثق به. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من عرف بالكذب قلت الثقة به. وبما أن الله تعالى ابتلى البشر بعضهم ببعض، ويحتاج بعضهم إلى بعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فلا يمكن لأحد أن يعيش وحده، لا بد أن يعيش مع الناس، يعطي وياخذ، يتعامل معهم، يصادقهم، يبيع ويشتري منهم. وما يمكن تتعامل مع أحد بدون الثقة. الثقة في التعامل مثل المي بالنسبة إلى السمكة، مثل الهواء بالنسبة إلى الكائن الحي. لكي تعطي وتاخذ من الناس فلا بد أن تثق بهم. حتى الفقير الذي يطر ويسأل الناس بالكف، إذا أنت تشك أنه يكذب ما تعطي، مع أنك تعطي صدقة وما لا تحتاج إليه، ومع أن ثوابك مضمون على كل حال حتى لو كان السائل كذابا، مع ذلك إذا تشك في صدقه لا تعطيه. إن مسألة التعامل مع الآخرين مو مسألة بسيطة حتى يمكن الإنسان يكذب ويعد ولا يفي، لأن الناس لا يثقون بمن لا يثق بكلام نفسه، ولا يفي بوعوده، ولا يقف عند كلمته. اللي ما عنده ثقة بنفسه شلون يطلب من الناس أن يثقوا به؟ اللي ما يقف عند كلمته كيف يريد من الناس أن يقفوا عند كلمتهم؟ الآن ممكن واحد يقول: أنا الآن أخدع الناس. زين، باكرهم يخدعوك أيضا، تعلمون من عندك. شايف الحكومات اللي تكذب على الناس وتوزع عليهم الوعود ولا تفي بوعودها، الناس هم ما يثقون بالحكومات ويدجلون على الحكومات ويعملون أمور خلاف القانون. ما دام أنت الحاكم لا تثق بنفسك، ليش الناس لازم يثقون فيك؟ ما دام أنت الملك تكذب، كيف تطلب من الناس أن يكونوا صادقين؟ أنت تكذب في حبك لهم، وهم سيكذبون عليك في حبهم لك. أنت تخالف القانون، الشعب كله يخالف القانون. ثم لا ننسى أن أمورا مثل الوفاء بالعهد والوقوف عند الكلمة هي من القيم التي أمر الأنبياء بها،
ومعنى ذلك أن من لا يلتزم بها فلا قيمة له. نحن لما نقول قيم يعني يقيم الإنسان به، الإنسان يقيم بالعدل، يقيم بالحرية، يقيم بالإيمان، يقيم بالوفاء بالعهد، يقيم بالصدق، هذه قيم. فإذا كنت تريد أن تكون لك قيمة بين الناس، وهذا أمر يبحث عنه الجميع، أكو إنسان ما يريد القيمة لنفسه، ما يريد الكرامة لنفسه، هذا الشيء وجداني وفطري، إذن لابد أن تلتزم بالقيم. وعلى رأس قائمتها أن تكون عند كلمتك، وأن تفي بوعودك، وأن تلتزم بعهودك، ليس فقط لكسب الناس، وإنما للتماسك الداخلي الذي ستشعر به حينما تفعل ذلك. اللي يكذب ما عنده احترام لنفسه، في داخله ممزق. فالقضية ليست قضية تجارية أنه نصدق في كلامنا حتى نكسب مشترية، نلتزم بالعهود والوعود لكي نكسب ثقة الناس نربح من ورائهم، لا، هي قضية شخصانية، قضية إيمانية، قضية إنسانية. فلكي نربح أنفسنا لابد أن نثق بكلماتنا وأن نكون عندها. فأية قيمة للشخص الممزق داخليا اللي يعرف سلفا أنه ما يلتزم بشيء وأن كلمته لا قيمة لها؟ يقول الإمام علي سلام الله عليه: إذا عاهدت فحط عهدك بالوفاء. حط يعني حافظ على عهدك بالوفاء، واردع ذمتك بالأمانة والصدق. خلي ذمتك ذمة عدها أمانة، عدها صدق. خل نتعلم أن لا نكذب على الناس، خل نتعلم أن لا نعد الناس ونخالف. أحيانا تكون محرج، شخص يطلب من عندك حاجة ما تريد تعطيه وأنت قادر، فتكذب وتقول ما أقدر. لا، الأفضل أن تكون صريح: ما أسوي، سامحنا. خلي يتعود على صدقك، يوم اللي تقدر وتعطيه تعطيه، يوم اللي تقدر وما تعطيه عم تقول له ما أعطيك. هذا أفضل من أن يفقد الناس الثقة بك. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.